في صغري علمني أبي أن أكتب كوابيسي على ورقة حتى لا تعود مشتدا، وها أنا الآن أكتب أطول كابوس نشته على الإطلاق. هذا أسامة، هذا الرجل اليوم من مبارك أبراج أمريكا، قد دعيت إلى الله سبحانه وتعالى يا رب أسألك اسمك العظيم أن ترزقني طفل بعلم حسن. تحب أبوك؟ راح تشوف. تحب البابو؟ إيه. إيش قد؟ لا أنت أبوك كتير حطينا نباتو مدى وين ما دبح حدا يا طيب إذا بكرة باي على المسرح ما بياخدوه؟ يعني أنا بدي يعني زجه في المعارك، إذا النصرة ما زجته أنا بدي زجه. الله أكبر. ليش عم تبكي؟ عم تبكي على البكي خالد. أخاف. أنا تكتب عن ما هذا الشرعي؟ أين تقبل حقني؟